عندك شاكر العبسي مش رح يبقى قضية غامضة، وظهوره من جديد وبطريقة مختلفة رح بيصير الناس والإعلام. خيم المعارضة رح تشهد محاولة افتعال مشكل، علما اني شايف موكب من الخيام عم يستعد للرحيل. ميشيل سليمان قائد الجيش اللبناني، ورغم كل اللي انجزه وكل اللي راح يصلوا، عم شوف مخطط لتشويه ما انجز ولضرب جزء من المؤسسه العسكريه. موجه من الاضطرابات بتحرك جزء من الشارع والراي العام، والملفت فيها انها راح تضم مجموعات من انتماءات متناقضه. الجيش ثم الجيش ثم الجيش، بشوفوا بأكثر من صورة. واحد شوف حركة دخول وخروج كثيفة إلى صفوفه وتبديلات واسعة بمراكزه. اثنين، مواجهة مع قوة محلية كنت حاطط بمحاولة شبه انقلابية شلتها ما بعرف ليه، امساكه بأكثرية الأمور على الأرض. ثلاثة، أربعة، مواجهة مع مجموعات إرهابية ومجموعات منتحلة صفات عسكرية ومدنية. مع أشخاص منتحلين لصفات عسكرية ومدنية. في كفي أكيد. دولة الرئيس فؤاد السنيورة ودولة الرئيس ميشيل عون بمرمى أحدث المخططات، وعلى الرغم من الغيوم اللي عم بتحوم حول الصورة، شايف فيها موقف ومنصب ومعادلة جديدة. أعلى سلطة بحزب الله بتاخد قرار بفاجئ الجميع وبيسقط أكترية الرهانات. حزب الله بيطالب بكشف ملابسات قضية رح يتعرض لها أحد وجوهه البارزة. لفتة غريبة ومفاجأة من الرئيس أمين لحود باتجاه الرئيس أمين الجميل. مشكل وضجة كبيرة تصار حول إعلان مصور مرفوع في إحدى المناطق اللبنانية. حول إعلان مصور يعني مرفوع في إحدى المناطق يعني اللبنانية، بانويات أشبه البانو. نعم، شيء له علاقة بإعلان على بانو. نعم، على الطرقات. نعم. غير قصة ما أثاره أعلان وزارة الاتصالات عن كرسي رئاسة الجمهورية. يعني احنا قدام الشهر استجوج اليوم عم نحكي عن اليوم 28 عم نحكي، صحيح أن الأسبوع بساعة بس عم نحكي عن بكرة. نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي على موعد مع أزمة معقدة تترك أثار سلبي. هو هن التوقعات يلي شملوا عدة أمور مفصلية داخليا بلبنان، إضافة إلى هذا التوقع الذي له علاقة بدولة أوروبية، إضافة لتوقعات لها علاقة بدول إقليمية قريبة كسوريا وإسرائيل. خلينا نرجع بس لأنه أنا لخصت القسمين الأولين من هذه التوقعات في التفاصيل يلي دخلت فيها. خلينا نرجع نختصرها. يعني أنت تحدثت عن شاكر العبسي، إذا بالدرجة الأولى اعتبرت إنه رح يظهر من جديد. تحب ترجع توطين السجون؟ إنه مثل ما بدك. نو يا ولد ما رجع مين؟ إذا في فينا نرجع نلخصهم مع. نو يعني شاكر العبسي إذا رح يرجع يظهر من جديد بأي إطار كنت عم بتقول؟ رح يظهر، رح يبدأ قضيته ما رح تكون غامضة، وظهوره من جديد بيكون بطريقة مختلفة. رح يصير الناس والإعلام. خيم المعارضة ترى إشكال ما، تشهد محاولة افتعال مشكل. يعني هون بفضل أن ترجع تقريهم كلمة كلمة إذا بتحب أحسن. محاولة افتعال مشكل. وبنفس الوقت علما أنك شايف موكب من الخيام عم يستعد للرحيل، تتحدث بإسهاب عن أمور شفتها بالنسبة للجيش اللبناني. ميشيل سليمان قائد الجيش، ورغم كل اللي أنجزه وكل اللي رح يوصله
عم تشوف مخطط لتشويه ما أنجز ولضرب المؤسسة العسكرية. موجة من الاضطرابات بتحرك جزء من الشارع والرأي العام، والملفت فيها أنها رح تضم مجموعات من انتماءات متناقضة. الجيش تراه بأكثر من صورة، حركة دخول وخروج كثيفة من وإلى صفوفه وتبديلات واسعة بمراكزه، مواجهة مع قوى محلية ومواجهة مع مجموعات إرهابية ومجموعات منتحلة لصفات عسكرية ومدنية، وأمساكه بأكثرية الأمور على الأرض. الرئيس السنيورة والعماد عون في مرمى أحد أحدث المخططات، وعلى الرغم من الغيوم التي تحوم حول الصورة شايف فيها موقف ومنصب ومعادلة جديدة. أعلى سلطة بحزب الله بياخد قرار بفاجئ الجميع ويسقط أكثرية الرهانات. حزب الله يطالب بكشف ملابسات قضية رح يتعرض لها أحد وجوهه البارزة. لفتة غريبة ومفاجأة من الرئيس لحود باتجاه الرئيس الجميل. مشكل وضجة كبيرة تثار حول إعلان مصور مرفوع في إحدى المناطق اللبنانية، ونيكولا ساركوزي على موعد مع أزمة بتترك آثار سلبية. تعرف سيجورج، حابب تقريبا هيك الطريقة اللي عم تقرأ فيها بتفرق عن اللي أنا عم بحكي فيه، بين انا كاني مبتدئ لاني حضرتك لا يعني بس انت بالاعلام شغله حلوه هو الاعلام، انه لازم في حق كبير او صغير عليكم بهالمرحله اللي نحن فيها، هي انه اللي صاير في علقه التلفزيونات. حلو علقه التلفزيونات ببلد صغير، انا بنبسط بهالعجقه، اهز هالعجقه بمطارح معينه بهالوقت اللي نحن فيه، عم تخلق شوية بلبلة، لأن كل إنسان عم يقرأ الحدث على طريقته. فأنا هون بحب إنه أول شيء يا ريت بيكون في عندكم الإعلامية مثل اتفاق شرف بين بعضكم بهالمرحلة الصعبة، بهالمرحلة الصعبة إنه ما تحكوا غير الأشياء البوزيتيف، حتى بالسياسة خلها تكون السياسة الإيجابية، لأن حضرتكم قادرين تغيروا وجه البلد للأحلى. دفعتوا كتير، دفعتوا بالألم، بالموقف، بالدم. اللي صار لليوم هو إنجاز كتير كبير وشامخ من الله يرحمه سمير قصير لست ميش دياب، مرورا بأستاذ جبران تويني الله يرحمه. ليك ماي اليوم ماي خسرت كتير،